أمينة، شو عم تعملي؟ ها ليكي، النور عطاني هالصور وقال لي وقت تشوفيهم بجوز تتذكري كل شي، بس ما تذكرت. شوفي، ما تذكرت حدا. تركيهم، لا تجبري حالك على شي، بجوز مع الوقت لحالك تتذكري. ما عم اتذكركم مع اني عم حاول. انا متضايقه على جود لانه طلع اخي وانا نسيانته، وعلى نور عم ينادي لي امي بس ما عم بقدر اتذكر صوته. فهميني، انا شو لازم اعمل؟ عم اتعب كتير. اهدي حبيبتي وحاولي تروقي يا روحي. ليكي، انتي متضايقة لأنه ما عم تتذكري، ما؟ أنا بحسدك وبتمنى إني يكون محلك، بس ما حدا فينا مرتاح. هي الدنيا كل مين عنده مشاكله، بس لازم ما نيأس، يعني لازم نضل نحاول لأنه الحياة بدها تستمر، فهمتيني؟ بتعرفي شو نسيت؟ أحمد رح يجي هلأ وبدي قوم شوف البرك. وقفي، لا تروحي لحالك، قايمة ساعدك بالبرك. استني أمينة، وقفي. وقف، شبك فايت مثل المجنون، بلكي الشباب معهم سلاح. يعطيك العافية أخي. أهلين. السيارة فيها عطل، ممكن تشوف لنا إياها؟ الشاب بده يبيعها؟ إيه ببيعها، بس نادي معلمك بدي أحكي معه. ناجي. مين ناجي؟ أنا صاحب الورشة هون. عمو، روح ساوي لنا كاستين شاي. يلا تحرك بسرعة. ليك ما بدنا نوجع لك راسك وبلا المشاكل. الشاب سألك سؤال، جاوبه عليه. وينه ناجي؟ أنا ما بعرفه. لا تكذب علي وجاوبني وينه. يلا جاوبني لشوف وينه ناجي. قلت لك ما بعرفه، أنا صاحب هي الورشة. بتجاوب ولا بوصك؟ لك يا مامو هيك اتفقنا. بتجاوب ولا بقصك على رجلك التانية؟ خلاص وقف. وينه ناجي؟ اجي سيارة اخدته، راحوا على المستشفى. خلينا نلحقه فورا، يلا بسرعة. معلم، لقيت الموبايل. ما رح رد، وانت روح استنى برا. راحوا رجاله ليمان؟ دبرتهم، قدرت خليهم يبعدوا. لا تاكل هم، ممدوح بيك هلا صار بأمان. انت روح على البيت وارتاح، انا قاعد هون. انا بدي ضلني قاعد هون. رح يجوا رجالي بعد شوي، روح ارتاح. ماني متحرك من هون. طيب خلص مثل ما بدك. لك شبك جود، سوق على مهلك، مو ناقصنا نعمل حادث. اهدى شوي، بدنا نضل عايشين لنلحق ممدوح. هلا مو وقت مسخرتك. طيب انت ليش قاتل حالك منشان تساعده؟ شو دخلك؟ صف سيارتك وخلينا ناخد تاكسي. ليش هيك تأخروا الشباب؟ عروة، فيك تنزل على باب المشفى منشان وقت يوصلوا الشباب ما يفوتوا كلهم على المشفى بلا ما يضايقوا العالم. خلي نصهم يوقفوا برا، ولا تاكل هم. إذا فاق أبوك رح أتصل فيك فورا. روحوا من هون.
اطلبوا الشرطة بسرعة. شو عم تعمل جنيت؟ خلص اسكت. هذا شو جابوا لهون؟ جود أنا آسف بس لازم أهرب. ممدوح بيت مانو لحاله، ما هيك مين في عنده؟ ناجي عنده. ناجي هون؟ جود شو بدك تعمل؟ بدك تفوت تقتل الرجال؟ رح تعرف بعيد. وين شرطة المشفى؟ اركضوا رح يقتلوا الرجال، اركضوا. بدك تعرف شو اللي عم يستناك يا معلمي؟ الموت. وبدي اخد مكانك، رح تموت واخلص منك. موت يا حقير، موت. ناجي افتح الباب. اولاك اتركوني اتركوني، كان عم بيحاول يقتل ممدوح بيك، هو اللي قوص. اتركوني. حاجة تكذب انا كاشفك. لا لا، مو كذاب مو كذاب، ناجي اللي كان عم يحاول يقتلني، وجود اللي ساعدني. مليت، هاي مو عيشة، وإذا ضليت هيك بدي أتركون. ابني شبك عم تحاكي حالك مثل المجنون؟ انتو اللي جننتوني، بابا مو مبين وما حدا بيعرف وينه، وجيهان لهلأ ما رجعت على البيت. أبصر وين بتكون؟ شو اللي صار بغيابنا؟ بس فهميني، كل واحد بده يعيش على كيفه؟ لما يصير عندك ولاد رح تفهم، بس لا تفكرني فرحانة بهالوضع بالمرة. ما رح تتركي بابا، ما بتتطلقوا. شو بدك تعملي لحالك بعد هالعمر؟ هي جيهان تركت البيت وما ضل غير اختي الصغيرة، بدك تصير مثل اختها وتضيع مستقبلها بش... تاني مرة إذا بسمع هالكلمة بقص لسانك، اوعى تعيدها. أهلين. مرحبا، فوتون خانم موجودة؟ تفضل. فتون خانم اجاكي ضيف؟ اهلا وسهلا. فتون خانم ما رح اخذ من وقتك كثير، تفضل ارتاحوا. رح اعملكم قهوه. ما رح اسكت لكم ورح ورجيكم مين سليم. اللي قدرت تعرف أي معلومة عن أمه لجود؟ بعتذر بس لهلأ ما بين شيء، مع أنه عم نشتغل كتير على الموضوع. الرجال اللي ربى أمينة أخت جود اسمه سيد حقي، وكان يشتغل ناطور. بترجاك حاول تلاقي أمه بأسرع وقت. أمي أنا جاهزة، ما بدنا نروح. آسيا راح شوف هذا الرجال وإن شاء الله هو يقدر يعطينا معلومات عن أمه لجود. حلو، شوفه وبعدين خبرني شو بصير معك. ماشي. القهوة. اترك القهوة هلأ وقولي لسليم يجهز السيارة، بدنا نطلع. طيب. استغفر الله. يو يا ترى لوين راح الولد؟ يا ربي دخيلك شو ساوي؟ طلعوا طيبين كتير ما؟ رح نطلع مصاري منيح ونور رح ينبسط منها. أمينة وقفي. نعم أمي. بنتي حدا دقلك من إخواتك؟
قصدك نجلة؟ بتكون بالمدرسة؟ لا مو عنا عم بسأل، عم بسأل عن سليم، اتصل فيكي؟ لا ما اتصل. شبكي انت ليش خايفة كل هالقد؟ بيكون مع رفقاته شوي وبيرجع. مالك فهمان القصة يا جيهان، أخذ سيارة فتون خانم وحمل حاله وراح، وأنا ما بعرف شو بدي إلا، وخايفة إنه أخوك يصير معه شي حادث. أنا أنت بدي أخلص من المشاكل. ماشي حبيبتي لا تخافي، أنا جاية لعندك ومندور عليه سوا، اتفقنا؟ شوفي صايرة عندكم شي بالبيت؟ لا لا تخافي ما في شي، بس ليكي لوين رايحين؟ رايحين على السوق، بدي بيع البرك وطلع مصاري. لك أميني أنا ما قلت لك إنه ما في روح على السوق. شبك وطي صوتك، خوفت البنت، شو صار لك؟ اهدي أمينة ولا تخافي. طيب ما رح حكيها، بس أنت ليش هون؟ أنا اليوم الصبح ما قلت لك بعدي عني، ليش لساتك هون؟ ليش عم بتعيط علي؟ أنت شو صار لك جود؟ فهمني. لازم تفهمي لحالك. يلا أمينة الحقيني وانت روحي على بيتك. ايه رايحة لا تخاف، واصلا يمكن ما بقى ارجع ابدا. عمل لحالك؟ شو شايفة؟ ضايق خلقك؟ شو رأيك نتسلى؟ لا أنا منيح هيك. بالله جد؟ يلا أنا جاي لعندك. يلا امشي، ما بحب نضل واقفين. ولوين بدنا نمشي؟ معقول لسه في ناس مثلك؟ من وين حضرتك جاية؟ والله ضحكتني. انت محظوظ انك شفتني، لا تسأل كتير انت بس. يلا يا الله خد روحي وخلصني بقى، ما بقى فيني اتحمل اكتر. امي لا تكبري القصة كل هالقد، يعني أكيد ما رح ياخد السيارة ويهرب فيها، شوي وبيرجع. لو بده يرجع كان رجع من زمان. هلا إذا فتون راحت على الشرطة واشتكت، بس هي الحق عليها. كيف عملت هيك ما بعرف. الحق عليها، كيف بتعطي سيارة لولد صغير لسه ما بيفهم الصح من الغلط؟ هذا بيتسلم سيارة. أمي لازم تهدي شوي وتطولي بالك، ما بيصير تعملي بحالك هيك، إذا بتضلي على هالحالة رح تتعبي ويطلع ضغطك وما رح تستفيدي شيء. انت ارتاحي ست جيهان، انت ما بتفكري غير بحالك. الموبايل اللي ما بينزل من ايدك، ما عرفتي تتصلي فيه بامك لتخبريها انك ما رح تجي الليلة؟ اه بابا فيك تجي عالبيت؟ أخي عمل مشكلة، اليوم أخذ السيارة وراح وما حد عرفان وينه. أمي معصبة كتير. ترك كتير أولاد قدام الميتم، ما كنا نعرف شي عنهم حتى أسمعهم. جود وأمينة الميتم سماهم ولا حدا تاني؟ ويا ترى عندك أي معلومات عن أهلهم؟ لا لقيناهم قدام الميتم ما معهم شي. بس فتون ليش مهتمة كل هالقد؟ فتون خانم حابة تساعد إذا بتقدر، بدها تلاقي لهم أمهم. الله يسمع منك، بس ما فيني فيدك. قلت لك كل شي بعرفه. أنا بكرة مسافر. لوين رايح؟ اسطنبول؟ إيه نعم. بكل الأحوال رح أترك كرتي معك، إذا حضرتك تذكرت أي شي خبرني لو سمحت. تصبح على خير.
أميني ليش رجعتي تبيع إبرك؟ فهميني. وين السيد أحمد؟ على أساس من اليوم ورايح بده يدير باله عليك وعلى ابنك، فشو صار معك لرجعتي تبيعي براك؟ ليش ما عم تردي أميني؟ طيب ماشي، لا تحكي لي شي، أنا ببقى بفهم منه. نور فرجيني لشوف. اشلح الكنزة بسرعة خالي، يلا اشلح بسرعة. نور مين عمل فيك هيك؟ ما حدا، أنا وعم ألعب مع رفقاتي هديك المرة وقعد. إيه وقع هو وعم يلعب. عم تكذب. يلا احكي الحقيقة، مين هو؟ احكي بقى نور. هذا بابا. ايه اسرق احجار وخليك عم تربح. انت شو عم تقول؟ ضع ابني واشرب قهوة. بيجي. كيف بدك تروح على البيت وانت بهي الحالة؟ حدا بيشرب كل هالقد؟ وليش لا؟ أنا عم بحتفل عمي. لك أنا ما حذرتك من قبل ولك؟ ولك يا قلبي مستنيك على غلطة. ولك يا قلبي شوي اطلع بروحك، اتركوني عليه والله لموتك سمعان. لك اتركوني خليني ربيه. فكر انك رجال عم تضربوا نفسي ولا عم تضربوا؟ لك بكفي بكفي. انت وابن اختك واختك المجنونه مليت منكم وطعت روحي من الشوفه. خلصنا مشي الحال، كل شيء مخطط وصار مثل ما بدي. انت شو عم تقول؟ مثل ما فهمت شو عم تقول. لك خلصت منكم وارتاح راسي بقى. شوف هذا قرار من المحكمه، خذ اقرا شو مكتوب. بيقول انه اختك مجنونه وانا الوصي عليها. فهمت؟ فهمت بقى ولك؟ ها اذا ما فهمت انا بشرح لك بالتفصيل. كل شي باسم أمينة هلأ صار إلي، وبيتكن راح بيعه سمعان وراح أرميكم كلكم برا، ووقتها راح أخلص منكم كلكم. فهمت لي ولك؟ لا ما فهمت. ارجع اشرح لي مرة تانية. ولك اشرح لي كمان مرة. ليش سكبتوا له؟ اشرح لي يلا. عم لك اشرح. اشرح. اتركوني بعدك. وقف هون شوي. ليش لحتى نوقف هون؟ شو هالمكان هاد؟ يلا انزلوا. لك مين انت؟ زل بلا العي. طول بالك يا عمي، انتو شو عم تعملوا؟ كوت شو كيف؟ سيارة منيحة ما؟ تعرفي هدول العالم؟ يعني طبعا بعرفهم، عن جد طلعت كثير أهبل. يلا يا ابني امشي من هون قبل ما تنضرب. ايه والسيارة؟ السيارة رح تضل معنا ورح ندير بالنا عليها منيح. شو هالحكي؟ أنا شوفير عليها، صدقوني السيارة مو لإلي. امشي من هون ولك. أنا إذا ما برجعها أبي ليقتلني. خلص خلص. أنا رح أخبر حياة فوراً. لا لا، حياة واقفة عم تستنى على الباب، رح أخبرها. لا بلاها جود، إلي له يجي.
بدك تشوف جود قبل ما تشوف بنتك حتى؟ ضروري كتير. تمام، رح خبره يجي. كيف صار؟ رجع لوعي. بمين عم تتصلي هلأ؟ بجود، أبوك بده يشوفه. ليه بقى؟ والله ما بعرف، رح نعرف بس يجي. ألو جود، ممدوح بده يشوفك، تعال هون بسرعة. ماشي، رح أجي فوراً. بابا، ليش ساكت هيك وما عم تقول شي؟ عصب علي، عمل لي بدك يا بس قول شي. اصحك مرة تانية تعمل هيك شي. مستحيل، لو شو ما صار ما عاد عيدة. طالما انت ما تأذيت كل شي ممكن ينحل. وشو مشان السيارة؟ لا تاكل هم هلا، اركاب لشوف. فدون خانم رح تتضايق كتير. اركاب. نعم. انا حكيت مع السيد حقي وقال انه ما بيعرف شي عن اهلهم. عكلا انا بكره بدي اشوفه، اذا بدك منحاكي سوا. تمام، انا موافقه. كنت عايش لولاك. شكرا لك، منيح اللي كنت موجود بالوقت المناسب. صاروا مرتين، معناها لسه ما اجا وقت حضرتك. وقت كنت وقعان على الارض سمعت شي، صوت غريب، حسيته كأنه صوت ابني تيسير المتوفي من زمان. وبعدين شفتك جنبي وكان هاد صوتك انت. ليش سكتت؟ ليش ناديتني بابا؟ انا ما بعرف، يعني انا بجوز لأنه هي أول مرة بيصير معي هيك. قصدي حضرتك أول حدا بيدير باله علي وكأنه قبل إلي، مشان هيك بلا ما حس حكيت اللي حكيته بوقتها، ما فكرت. من اليوم ورايح بتقلي بابا دائما، وأنا كمان رح أنده لك ابني مثل ما بدك. وقف، استنى، لا تروح، بدي أطلب شي منك. ما بوثق بحدا غيرك. إذا بحسن أنت بتأمر. أسيل ناجي استغلها بطريقة بشعة كتير، خوفها لحتى هربت. حاول إنك تلاقيها. لا تقلق، أسيل ما بينخاف عليها. مو هيك، بدي اياها تجي لشوفها. ليك خير في شي؟ أنا ما بدي اياك تحكم علي فورا. بالأول أنا استغربت كتير من اللي صار معي، ما توقعت اني حب من جديد. لما شفتها حسيت بشي غريب، لازم تلاقي لي اياها.
قصدك يعني انك حبيت اسيل؟ لو سمحت جيب لي اياها لعندي. انا ما بقدر، برايي لازم تنساها. أمي بعد شوي رح يجوا، فلا تعصبي على الولد كتير رجاء ماما. طيب ماشي، ما عم بستنى نصايح منك، فهمتي؟ قولي على قلبي، أنا ليش هيك وشك؟ آه؟ عم يوجعك شي؟ إيه على أمتي. أخذتوا شي على الدكتور؟ ما في شي، مثل السبع ما شاء الله، كلها كام يوم بيرجع مثل ما كان. طيب لا عاد تعمل هيك، خوفتني كتير عليك. إذا بتعيدها مرة تانية وقتها أنا اللي بدي أضربك، فهمان؟ سليم تعال خليني أخذك على غرفتك لترتاح. شو رح يصير هلا؟ قلتك الشرطة رح يلاقوا سيارة فتون. صعب يلاقوا آسيا. شو بدنا نعمل؟ السيارة غالية كتير. انتي لا تاكلي هم، خلص انا رح بيع البيت مشان اجيب حق السيارة، هذا احسن حل. أنا ما بدي إياك تحكم علي فورا. بالأول أنا استغربت كتير من اللي صار معي، ما توقعت إني حب من جديد. لما شفتها حسيت بشي غريب، لازم تلاقي لي إياها. لوين رايح؟ خليك لا تروح، ما بدك تاكل بدي ساوي فطور. أه؟ مدام أنت أخي يا جود، من واجبي إني ساوي لك أكل. أميني وعديني أحمد ما لازم يدخل على هذا البيت نهائيا، اتفقنا؟ طيب ماشي مثل ما بدك، ما رح يجي مرة تانية، وعد. أصلا هو مو منيح. شو عم تحكوا انتو الاثنين؟ بابا حقي، اجا بابا حقي لعنا. انا رح ساوي فطور طيب كتير مشان نفطر كلياتنا سوا، ورح اعمل لك قهوة برغوة مثل ما بتحبها. اجا بابا حقي، انا متذكرة بابا حقي. متذكرتك لك بس وما تذكرتني، ولا متذكرة خالي؟ اللي شو صاير هون؟ تفضل عمي حقي، هلأ بحكي لك كل شيء، تفضل فوت. وهلأ شو راح يصير؟ بدنا نمرر لهم القصة هيك؟ خلاص عروة مشي الحال هلأ، شو بدنا نعمل لهم يعني؟ أوه شو حلوة هالحياة، بياخذ السيارة وبيروح ونحن بناكل همه. هي أبدا مو شغلة صغيرة، يعني لازم حدا يحاسبه، ما بيصير نتركه. ليش نحن مو تركناك لما كذبت علينا وافتريت على الغير؟ ما بتذكر حدا حاسبك. انت ملاحظة انه صاير عم تطول لسانك كتير؟ اي صحيح بسببك، ما انت اخي. خلصنا بقى يا اولاد، بكفي خناق. انا من غير قصد سمعت الحديث تبعكم كله، لا تخافوا رح نعوضكم عن السيارة. انا رح نام، تعبت كتير. صحة. وأنا
نعم. فتون خانو؟ لا أنا بنت حياة، أمي راح تتنام من شوي. في شي جديد؟ السيد حقي صار باسطنبول وببيت أمينة هلا، خليها تجي بأسرع وقت لنحاكي، وكل ما استعجلت بيكون أحسن. طيب فورا جاي. شكرا لك. ممدوح بيك؟ فيني فوت؟ ايه أنا كنت عم استناكي. معناها جود ما طول لحتى لقاكي، ما هيك؟ لا مو جود اللي لقاني، أنا اجيت من حالي، بس ما بقدر ضل كتير، كذبت على يمان لحسنت اجي. المهم هلأ انت منيح؟ منيح أسيل، خليكي هون، أنا بحميكي من يمان، لا تخافي منه، ما رح يقدر يقرب عليكي. شو جهزتوا حالكم؟ نور تعال لشوف. أميني لا تنسي شو اتفقنا، بس تخلصوا من السوق وتشتروا غراضكم بترجعوا على البيت فورا، وإذا فرضنا شفتوا أحمد بطريقكم نور فورا بتجي وبتخبرني. تمام خالي، أنت لا تاكل هم، ديروا بالكم. تمام. اسمعني جود، فكر بأختك، ليك أنا رجال كبير وانت وضعك معروف، لازم تفكر مين بده يدير باله على هالمساكين. بدك تتركن لجوز اختك، لازم تخبر فتون خانم، هذا احسن حل. انا كل شي حسبت حسابه، اذا صار لي شي كل الحقيقة رح تنكشف، لا تقلق. شو عملت؟ شو رح يصير؟ جهزت سيدي، حكيت فيه كل شي من الاول للاخر. هو هلأ عند أمينة، إذا صار لي شي رح تعطيه لأمي. بس أمينة مثل ما أنك شايب حتتذكر تعطي السي دي لأمك؟ إيه ليش عم بحكي لك أنت كمان؟ يعني إذا صار لي شي أنت بتتدخل وقتها، السي دي أنا مخبيه بالبيت. ابني حاجة عاند، احكي مع فتون، صار لازم تعرف. أنا ما عم عاند أمي حقي، القصة ما أنا هيك. ليك أنا كذبت كتير وحاولت كتير إني أنتقم منها، كيف بدك يعني إلا الحقيقة؟ صعب ساوي هيك. شو بدك يا مان؟ أسيل معك؟ يا الله بلشنا من الأول؟ جاوب على سؤالي، ايه ولا لا؟ لا مو معي. لوين بدها تكون راحت؟ ما عم ترد على تليفونها. وانا شو بيعرفني كمان يا يمان؟ وين ما راحت بدها ترجع بالنهاية لعندك، انا متأكد كتير من هالشي. بس هالمرة قلبي مانو مطمئن. ليك عمي انا عندي شوية شغل، دير بالك عليهم. وأنا كمان رح رجعك لأمك. ليش هلا عم بعرج أنا؟ شو صارت عادي عندي؟ ها؟ هذا اللي كان ناقصني. أنت شو اللي جابك لهون؟ انقل على برا. إيه طول بالك، شو هالحكي هاد؟ عم قل لك طلع من بيتي، شو بدك مني؟ إيه بإيدك يا ختيار. انقلع من هون. ايه شو شايف؟ ما في حدا هون. وينهم؟ ما في حدا هون، انقلع قبل ما اجيب الشرطه. عمي حقي الظاهر انه ما عندك خبر باي شيء، عود شوي لخبرك. عود. شو الظاهر جود ما حكى لك شيء؟ ما فيك تطلب الشرطه، هذا البيت هلا صار الي. لا مستحيل، مو صحيح،
هالبيت أنا سجلته باسم أمينة. أنت مانك عرفان شو اللي صار بغيابك. ليك أنا رح خبرك بكل شيء. أمينة لما صارت بمستشفى المجانين، المحامي تبعي أخذ لي تقرير من المشفى أنه هي مجنونة، وهلأ بدي أرفع دعوة. ويا حزرك مين اللي راح يكون الوصي عليها؟ ها؟ يعني أخذته بالنصب والاحتيال. أي احتيال عمي حقي، هاي ورقة رسمية موقعة من القاضي ومختومة بختم المحكمة. يعني هلأ أنا المسؤول عن أمينة، وهذا البيت صار بيتي إلي، وبكرة بتشوفوا شلون راح أقلعكم من هون. هذا الحكي كذب، مستحيل، جود ما راح يسمح بهالشي. غلطان، حسبت حسابه. ليك جهزت حالي، بدك تفهم مظبوط هالحكي، هالبيت رح ينباع، فهمان؟ وانتو كلكم رح تنقلعوا من هالبيت. ها ليك، طالما ما في حدا هون خلينا نبلش بتنظيف البيت، شو رأيك؟ تفضل معي لنشوف، تفضل. نقلع نقلع من هون، اطلع على برا، يعني لبرا. أنا شو عملت؟ شو عم تساوي؟ ترك لي إيدي شبك. أسيل، رح تضلي بعيدة عن هذا الشخص، فهمتي علي؟ ويا ريت تروحي من هون فورا. شو دخلك؟ أنا بضل عند مين ما بدي، أنت ما دخلك فيني. أسيل لا تجننيني، عم قلك روحي من هون. إيه طيب، بس لازم تجاوبني بالأول، ليش ما بدك يعني ضل عند ممدوح بيك؟ شو المشكلة؟ لا تكون لساتك بتحبني، أنت بتغاري علي. شو ما في حدا هون؟ عمو حقي شبك، شو صاير لك؟ في حدا هون؟ ساعدوني، لحقوني. عمو حقي الو، بدي سيارة إسعاف من فضلك. ليش سكتت؟ تجاوبني، أنت بتحبني ما؟ فهميني شو اللي عم تحكي أنت يا؟ معناتها ليش عم تتدخل فيني؟ بضل عند اللي بدي إياه، وبكون مع مين ما بدي، وبتجوز من اللي بدي إياه. بس أكيد مو هان. ليش؟ كبير؟ مو منيح؟ ليش؟ مو ممكن، ما بسمح لك. ايه حياة؟ جود، جود لازم تجي بسرعة لبيت اختك أمينة، انا هلأ هونيك. عمو حقي متصاوب وكله دم وانا ماني عرفانة شو اعمل، تعال لهون بسرعة. انت شو اللي عم تقولي؟ مجروح كأنه في حد ضربه بسكين، ما عم يحسن لا يحكي ولا يرد علي. طيب أنا جاي فورا، أنت لا تتركي لحاله هلأ ماشي؟ طيب أنا رح ضل معه، تعب بسرعة. مين عمل فيك هيك؟ على مهلك. شوي صغيرة وبيصل جود لهون. حياة، مو أنت حياة؟ أي أنا. صرت صبية حياة، ما كنت راح أعرفك. أنت
متذكرني من الميتم؟ جود هو ابن فتون. شو قلت؟ أمينة بن فتون بتكون أخته لجود. مو معقول، حضرتك أكيد فهمان غلط، فتون بتكون أمي. وصل الإسعاف. جود كان عم يكذب عليك. عمو حقي، عمو حقي وصل الإسعاف، بترجاك تحمل شوي. Hey!